في موضوع آخر، كشف رئيس النقابة الوطنية للرقمنة سهيل قسوم خلال يوم دراسي عن الرقمنة، كشف أن مرحلة إعداد دفتر الشروط المنظم لعملية التصديق الإلكتروني وصل مرحلته النهائية، ما يتطلب تكييف الإدارات مع هذه التكنولوجيات قبل الشروع في العمل بها. التغطية لعبد الملك لكاك. Donc c'est des algorithmes encore très complexes. Caractérisés par la transparence, la précision. Donc c'est ça ce qu'on veut, c'est-à-dire l'être humain aujourd'hui. Sur l'intégrité, sur la précision et la prédiction. اليوم احنا لازم نكرييو دي سوليسيون لي يستعملوا دابور لا سيناتور الكترونيك سادير لا سيناتور الكترونيك ماهيش هكا طونك يا با دي سيستيم اوتوماتيزي aujourd'hui dans la numérisation ما نسحقهاش. يا ان كاي دي شارج كي فا سورتير بور لا بارتي ايكونوميك وين يولوا عندنا دي تروست سيرفيس بروفايدر اللي راح يكونوا موزعين لي سيرتيفيكا الكترونيك هذوما مي ما تكفيش. دفتر الشروط رايح يجي، يعني شرحت لنا مديرة إدارة الضبط، يعني شرحت أنه راهو في الطول الأخير، حاضر راهم يستناو الاعتماد تاعو فقط. نقولوا خلاص، يعني ربما بعد أيام إن شاء الله يكون موجود، لكن دائما نرجع الكلام هذا غير كافي. ومن جهة أخرى، طلب قسوم الحكومة بضرورة إعادة النظر في قوانين الاستيراد في شقها المتعلق باستيراد تجهيزات الرقمنة، ما يعيق عملية رقمنة مختلف القطاعات في البلاد. نتكلم على القوانين تاع الاستيراد اللي اليوم تمنع المتعامل الجزائري أنه يستورد مثلا أنتي فيروس ما نقدروش نستوردوه اليوم لأنه لوجيسيال، ما نقدرش نستعمل نستورد ويندوز، ما نقدرش نستورد ان او ار بي، وهذا مشكل كبير لأنه إذا ما قدرتش نستوردهم ونستعملهم بطريقة قانونية واش رايح ندير؟ رايح نستعمل القرصنة، يعني نستعمل طرق غير قانونية، والطرق غير قانونية تعرضني أنا والشركات اللي يستعملوهم والمؤسسات اللي يستعملوهم إلى اختراق